ازيكم؟ ان شاء الله كويسين. الاخبار شنو؟ بالله انا ياسين شمس، وللناس اللي بتعرفني بتعرف ان انا بحب اسافر، وبالذات انا بحب اسافر جوا السودان. الليله انا داير اوديكم منطقه اللي هي دي اول منطقه انا ازورها في السودان. المنطقه اللي حنزورها اليوم الليله هي مدينه الفاشر. مدينة الفاشر بتقع في غرب السودان، بالتحديد زي ما أنا بتذكر نحن وصلناها في 18 ساعة من الخرطوم. كانت مدينة الفاشر زمان محطة انطلاق للقوافل، لحد ما مع الزمن اتحولت لسوق للمحاصيل الزراعية، وده اللي بيعتمد عليه اقتصاده في الفترة الأخيرة بشكل أساسي. سبب تسمية اسم الفاشر بالاسم ده، وعلى حسب الروايات بيقولوا إنه الفاشر يعني المجلس، وفاشر السلطان يعني مجلس السلطان، وبيتقال عليها الفاشر زكريا بمعنى إنها هي مجلس السلطان زكريا اللي هو والد السلطان علي دينار. لما كنا ماشيين الفاشر، وكالعادة أول حاجة بتعملها إنك بتفتح التلفون وبتفتش على المكان، لكن للأسف أول حاجات أنت ممكن تلاقيك على الفاشر في أي محرك بتاع بحث اللي هي دارفور أو الحروب الأهلية أو القبلية. حتى الناس ما كانت بتنصحني إن أمشي، لكن قلت إنه أنا أحسن أمشي وأشوف بعيني. أنا مشيت هناك مع مجموعة اسمها شورتي، وهي مجموعة بتهتم بالسياحة في السودان، وليهم كل الفضل في معظم سفراتي جوا السودان. مشينا مناطق كثيرة هناك، ولقينا ناس مؤثرة جدا ثقافيا في الفاشر. مشينا المجمع الثقافي، وهناك لقينا الشباب وقعدنا معاهم وكلمونا على الفاشر. بعديها مشينا حاجة اسمها منتدى المثلث، اللي هو منتدى ثقافي أسبوعي بيدعمل في الفاشر، وبيدعمل دائما كل يوم سبت. لقينا في المنتدى ده الصادق عبد المولى اللي هو رئيس المنتدى، وكان واحد من الناس المؤثرين جدا في الساحة الثقافية في الفاشر. ومشينا برضو بيت الأستاذ عبد العزيز البنجاوي، وده واحد من أعلام مدينة الفاشر، أسي هو طبعا توفى رحمة الله عليه ونترحم عليه. مشينا قعدنا في بيته وحكى لنا عن تاريخ مدينة الفاشر، وحكى لنا عن مسيرته هو ذاته وأسرته، وكيف إنهم أصلا وصلوا الفاشر، وإنهم بعد ما جو استقروا في حي أولاد الريف. وبعد ذاك حكى لنا إنه كيف إنه هو جده بعد ما جاء فتح خلوة ومسجد هناك. وكان برضو معاه أستاذ محمد سليمان، وهو واحد من الثقافيين المعروفين في مدينة الفاشر، وهو كمان عرفنا عن تاريخ الفاشر وكلمنا عنه، وحكى لنا عن السلطان علي دينار وأولاده وأحفاده اللي هم في الفاشر. واحد من الناس اللي نحن مشينا لهم كمان كان بيت واحد من أعلام مدينة الفاشر برضو، اللي هو الأستاذ جبريل رحمة الله عليه برضو ونتحرحم عليه. الزول ده كان عنده مكتبة كبيرة جدا في بيته، كان ممكن تقول أكبر مكتبة أنا أشوفه في بيت زول. وقالوا لي إنه بعد وفاته أولاده عشان يحافظوا على الرسالة بتاعة أبوهم دي قدروا يرتبوا المكتبة دي ويفتحوها للزوار عشان الناس تجي وتستفيد منها. ولازم كمان لما تمشي الفاشر إنك تمشي متحف السلطان علي دينار وتشوف الحاجات اللي فيه من جوا من مسلسلاته الشخصية، وفي برضو بتلقى نبذة عن حياته. وبعد ذاك مشينا لقبة السلطان علي دينار بناها لأبوه اللي هو زكريا، اللي هي تسمد عليه الفاشر اللي هو الفاشر أبو زكريا. ده علمنا كتير عن قصص الأماكن اللي مشيناها، زي سوق حجر قدو اللي هو السوق الكبير في مدينة الفاشر، وليه تسمى بحجر قدو؟ لأنه بسبب البير اللي بتوسط السوق ده. وقصة البير ده بيقول إنه زمان السلطان علي دينار، وعشان دي منطقة كانت بتاع تجمع الناس، وكان ده زمن فيه شح في المويه، كان عايز يحفر بير، والناس بدأت تحفر الأرض، والأرض كانت حجرية قوية جدا، فالناس دي اضطروا إنهم يقدوا الحجر عشان يطلعوا المويه، عشان كده البير يتسمى حجر قدو. بعد ذاك اتسمت منه المنطقة كلها أو السوق الكبير كله. وفي كمان منطقة اسمها جولو، اللي هي تجمع الموية اللي بتشرب منه الفاشر كلها. الموية بعد ما تتجمع من الوديان بتتجمع في المنطقة بتاعت جولو دي، ومنها بتكون في مواسير بتوصل الموية دي للفاشر كلها. ده طبعا بعد ما تحصل لها فلترة وتنقية. بعد ذاك المدينة كلها بتشرب من الحتة دي. واحدة من المناظر اللي هتشوفها كتير في الفاشر، وهي من المناظر القوية جدا وبتوريك قوة المرأة في الفاشر. النساء هناك كانوا بيشتغلوا في أعمال البناء،
بتلاقيهم انهم قادرين انهم يشيلوا اوزان كبيره شديد، وقوه التحمل الصراحه ممكن تكون خرافيه جدا. لما قمت سالت واحده منهم قلت لها طيب انتوا ليه شغالين في الحاجه دي؟ المره قالت لي انه في كميه من الرجال ممكن يكونوا ما مسؤولين، او مرات الراجل بيقوم بيهرب وبيخلوا مرته واولاده وراه، او مرات بيقوم بيمشوا العاصمه بتنقطع اخباره، فالمره دي بتضطر انها تشتغل عشان تعول نفسها وتعول اولادها وتشيل بيتها. تحيه من هنا للنسوان الفاشر. في زول فيكم عارف سبب تسمية منطقة جولو؟ لو في زول فيكم عارف يا ريت يورينا. وبس دي كل المعلومات اللي أنا بقدر أقول لكم عن مدينة الفاشر، لحد ما نتلاقى تاني في مكان تاني، وشكرا لكم كتير.